أي فريق مكان سيراميكا لازم يتشبث بهذه الفرصة الجيدة، إن الفرق بينه وبين التاني 6 نقاط اللي هو القناة. سيراميكا عندهم إمكانيات كبيرة، يعني عندهم إمكانيات واستقرار في كل كبيرة شيء. واستقرار في كل شيء. فده يعني عامل مهم للنجاح. إنما كرة القدم برضو ليس لها أمان. زي ما سيراميكا عندها طموح، فالقناة عنده طموح، الداخلية عندها طموح، السويس كمان منتخب السنة دي. السويس، بتروجيت عنده طموح، كل الفرق عندها طموح. إنما أنا بطلب حاجة بس يا دكتور إيهاب، من المسؤولين ولجنة الحكام خاصة برئاسة الكابتن جمال غندور. وقع عليك ظلم السنة دي؟ أنا بتكلم إن هو لازم الاهتمام بالدرجة الثانية. الدرجة الثانية ليست أقل من الدوري الممتاز. فيها أندية شعبية وأندية كبيرة وأندية لعبت دوري ممتاز كتير، فلازم العدالة المطلقة. يعني يمكن أنا بتكلم يعني نيابة عن مجلس إدارة النادي بتروجيت، يمكن أصدر بيان بعد مباراتنا الأخيرة مع منتخب السويس، كان بيان قوي جدا، لأن فعلا تعرضنا لظلم بين في هذه المباراة. مين كان الحكم فيها؟ الحكم كان كابتن سعيد حمزة. ولحسن الحظ ان المباراه كانت مذاعه على قناه نادي سبورت. فلسعيد من الحكام المميزين. فمجلس الاداره شاهد المباراه ومدى الظلم اللي تعرض ليه بتروجيت، وانتهت المباراه بالهزيمه 2-1. فاحنا ما بنطلبش اكتر من حقنا، مش لفريق بتروجيت بس، لسيراميكا والباقي الانديه، لان كله تعبان. فارجو الحكام اللي تيجي او اللي يختارها لجنه الحكام تبقى على مستوى العداله، عشان ما نزعلش حد، وعشان ما حدش يقول ده فلان بيلعب لصالح كذا او لصالح كذا، لان كله عنده طموح وكله عنده حقهم في اللعب النظيف والصعود بشكل جيد، او على الاقل برضو ان في السنه دي 5 فرق هابطه. فلازم العدالة تبقى موجودة عشان ما تظلمش حد. تمام. فده النداء يعني للجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال غندور، والاهتمام بمباراة القسم الثاني زي الاهتمام بالدوري الممتاز. خليني اقول مع يعني هاخد التقريب، بس السؤال ده هنرجع بيه. يعني احنا بنقول الاهتمام، انا بلاقي يعني محمود البنا، بلاقي محمد معروف، بلاقي جهاد جريشه، بلاقي سعيد حمزه، الاهتمام موجود ان هم بيبعتوا الحكام الدوليين، الحكام الدرجه الاولى الكبار. هل بيبقى في تعالي من الحكم وهو بيحكم في القسم الثاني عكس ما بيبقى موجود في الدوري الممتاز؟ ايه اللي بيتغير من الحكم ما بين مباراه الدوري الممتاز والقسم الثاني؟ هتجاوبني.